بسم الله الرحمن الرحيم. في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا، ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا، نفوق من الكابوس وناخد دروس ترقي النفوس مع المصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وآله وسلم. أخويا وحبيبي، حلقة الليلة دي حلقة خاصة جدا بفضل الله بعنوان الميثاق الغليظ. ألف مبروك، مرت فترة الخطوبة بسلام، اخترنا الزوج الكفء لبنتنا، الحمد لله رب العالمين، سألنا عنه، اطمنا عليه، عرفنا أنه من أسرة فاضلة، عرفنا أن عيلته عيلة ما شاء الله، ناس متدينين ومحترمين وناس على خلق وعلى دين ما شاء الله، اطمنا على بنتنا خلاص الحمد لله. حددنا الميعاد الليلة، كتب الكتاب يا رب جوز كل الشباب وبنات المسلمين، قولوا آمين، اللهم آمين. عشان كده بقول ألف مبروك، الليلة هنكتب الكتاب ونعلي الجواب زي ما بيقولوا، وهيبقى عقد النكاح. عقد النكاح ان شاء الله يكون النهاردة او الليلة دي. اخوي وحبيبي، عايز اقول لك حاجة صغيرة خالص، ناوي تعمل ايه؟ قول لي ده الموضوع سهل قوي يا شيخ محمود، يعني ده حاجة جميلة جدا، ده حاجة ما فيش اسهل من كده. زوجتك ابنتي، قابلته، الناس حلوة ومبسوطة فرحانة ومقضين اجمل ليلة في العمر، الموضوع بسيط جدا. الموضوع بسيط فعلا في كلماته، لكن ما هوش بسيط في تبعاته. خد بالك واحفظ الكلام الغالي دوت من أخوك الصغير. الموضوع بسيط جدا في كلماته فعلا، لكن مش بسيط في تبعاته. أنت النهاردة هتقول لهذه الفتاة أو لولي الفتاة، هتقول له أن أنا تزوجت هذه الفتاة على كتاب الله، خد بالك، وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اوعى تكون بتكذب، لو هتكون مش هتتجوزها فعلا وتطبق في هذا الزواج كل ما جاء في كتاب الله وكل ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عارف يعني ايه على كتاب الله وعارف يعني ايه على سنة رسول الله؟ يعني انا ان شاء الله في الجوازة ديت هنفذ اوامر ربي سبحانه وتعالى حبيبي، وهنفذ اوامر رسولي صلى الله عليه وسلم حبيبي برضه صلى الله عليه وسلم. وشوف ربنا بيقول ايه في كتابه، بيقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وربنا قال أيضا في كتابه وعاشرهن بالمعروف. خد بالك أخوي وحبيبي، عاشرهن بالمعروف مش معناها أن أنت ما تأذيهاش، لا، ده معناها أن أنت حتى لو تأذيت منها تتحمل أذاها، لأن دي زوجتك حبيبتك اللي ربنا وثق عليها واللي النبي وصاك بيها صلى الله عليه وسلم. قال خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. وقال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وفي حجة الوداع قال صلى الله عليه وسلم الله الله في النساء، يعني اتقوا الله في النساء. ودي وصية النبي، دي كانت آخر وصية للنبي صلى الله عليه وسلم قبل موته. كان بيوصينا بحاجتين، بالصلاة وبالأزواج بالنساء. شوف قد ايه، فبيقول الله الله في النساء. شفتوا قد ايه النبي حنين فعلا بالمؤمنين، رؤوف الرحيم بابي هو وامي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. عمره ما نسي حد ابدا، عمره ما نسي حق الاب ولا حق الام ولا حق الزوج ولا حق الزوجه ولا حق اليتيم ولا الارمله ولا المسكين، عمره ما نسي حد ابدا صلى الله عليه وسلم. علشان كده يا جماعة، من أهمية موضوع الزواج، الموضوع الزواج ده مش موضوع يعني قضاء وطر أو متعة أو شهوة بس يا جماعة، ده أنت بتقيم بيت إسلامي. البيت دوت هيوحد ربنا
سبحانه وتعالى وهيتبع سنة نبينا وهيبلغ الدين ده للدنيا كلها بفضل الله سبحانه وتعالى. كنتم خير أمة أخرجت للناس. احنا لازم كأسرة مسلمة نفهم الأمر أو نفهم الغاية والحكمة من وجودنا في الدنيا. حاجتين: أول حاجة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، تاني حاجة كنتم خير أمة أخرجت للناس. احنا مأمورين ان احنا نعبد ربنا ومش كده وبس، ولازم نعبد الكون ده كله لله. زي ما ربعي بن عامر قال لرستم اللي هو قائد جيوش الفرس لما سأل السؤال الجميل بيقول له: من أنتم وما الذي جاء بكم إلى هنا؟ راح ملخص له رسالة المسلم وحياته كله في سطرين، قال له: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. الله، المؤمن ما بيبصش للدنيا على ان هي ديت المستقر والمنتهى بتاعه، لا، المؤمن عارف قول المولى عز وجل: وان الى ربك المنتهى، يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. المؤمن عارف ان النبي قال: ما منكم من احد الا سيكلمه ربه جل وعلا، ليس بينه وبين ترجمان. هتتسأل عن زوجتك وعن اولادك وعن بيتك وعن حياتك وعن دينك وعن دعوتك وعن سنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. عشان كده لازم تاخد بالك، الموضوع مش موضوع زوجتك ابنتي قابلت الحاجة حلوة، فرقنا شربات وبنبون وشوكولاتات والناس فرحت وانبسطت وقضوا اجمل ليلة والحمد لله رب العالمين، عدت الليلة على خير. الموضوع مش كده يا جماعة، مش موضوع ليلة وهتعدي، مش موضوع جوازة وهتعدي، مش موضوع كلمتين وهيتقالوا. ما هياش دباجة، خد بالك وركز معايا، ما هياش دباجة زوجتك ابنتي قبلت والناس راحوا مبسوطين قوي، ألف مبروك بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير، يلا يا جماعة البنبوني والملبس والجاتوهات والبيبسيات. الموضوع مش كده، الموضوع أكبر من كده. ولو نستشعر المعنى، احنا هنقيم بيت مسلم النهاردة، البيت دوت اصبح مسؤولية. انت كنت الاول سهل جدا وانت عايش في الحياة لوحدك، عارف عاملة زي ايه؟ واحد بيعوم، فهو بيعوم لقى واحد بيغرق، فهو بيعوم كان تعبان اصلا وهو اصلا بيعوم بالعافية، فجي واحد يتعلق في رقبته وهو اصلا ما بيعرفش يعوم كويس، فراحوا غرقانين هما الاثنين. واضح المعنى؟ انما لو بيعوم كويس وجي واحد بيغرق فهياخده من ايده ويعوم ويطلعوا البر الأمان. لما تكون عارف دينك صح وفاهم دنيا وآخرة صح وعارف ربنا صح وعارف نبيك صح صلى الله عليه وسلم، هتتجوز صح الصح زي ما بيقولوا، وهتعرف ان انت بدل ما تغرق انت وزوجتك وممكن حاجات كتيرة في حياتكم تضيع، هتعرف تاخد بإيدها وتقول لها: ايدي في ايدك نوصل لبر الأمان، نبلغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم للدنيا دي كلها، عشان أنا وإنت ربنا يجمعنا في الجنة، أنا وإنت وولادنا إن شاء الله، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. أخوي وحبيبي، مسؤولية كبيرة، أو مش بخوفك منها بس عايز أحسسك بالمعنى ده. الموضوع مش موضوع ليلة وهنقضيها وقرشين وهيدفع وشبكة وهتتلبس وبأذون وهيجي يقول كلمتين ويكتف والدفتر ونستلم الأسيمة وخلاص اتجوزنا ونقضي شهر العسل في المكان الفلاني، وبعدها بقى نرجع الحياة يعني بالشكل الروتيني اللي الناس كتيرة جدا عايشاه. لا، الموضوع أكبر من كده، احنا بنقيم بناء شامخ، بنعرف الدنيا كلها ان الأسرة المسلمة ما فيش أسرة زيها في الكون ده كله. روح ولف مجتمعات العالم كله، روح أوروبا وروح أمريكا وروح كل دول العالم، لا يمكن تلاقي أسرة في الكون ده كله زي الأسرة المسلمة. أب وأم الاتنين بيحبوا بعض، فيما بينهم زي ما ربنا قال: وجعل بينكم إيه؟ مودة ورحمة. فيما بينهم مودة وفي رحمة، والاتنين بيحبوا بعض وبيعزوا بعض جدا. ولو المحبة قلت شوية مع مرور الأيام بتبقى الرحمة، تبقى الرحمة ما بينهم، يبقى الاحترام وتبقى الألفة، ويبقى فيه ما شاء الله يعني الاتنين على موجة واحدة زي ما بيقولوا، يطلع الولد وتطلع البنت، يشوفوا الأب والأم ما شاء الله ناس محترمين بيحترموا بعض وبيعزوا بعض وبيقدروا بعض، حتى لو كانت المشاعر يعني قلت شوية بيطلع الولد مرتاح نفسيا والبنت مرتاحة نفسيا، بيشوفوا الصورة الجميلة الأسرية ديت، بيطلعوا فعلا أسوياء محبين جدا للزواج ما شاء الله، ومحبين لإقامة أسرة مسلمة تانية وثالثة ربعه، بامتداد جميل، عكس ما تكون الأسرة مهدومة من أول لحظة
يطلع الابن معقد نفسيا وتطلع البنت معقدة نفسيا، يبقى احنا كده قطعنا الامتداد دوت. يبقى الابن مش عايز يتجوز والبنت مش عايزة تتجوز، تقول مش ممكن انا اتجوز عشان يتعمل في مام فيا زي اللي اتعمل في مامتي او في امي، او الشاب يقول انا اتجوز عشان يتعمل فيا زي اللي اتعمل في ابويا لو كانت امي ظلمته، وهكذا. فاحنا بنقول الاستقرار النفسي بين الزوج والزوجة بيدي امتداد اكتر للبشرية. ابن هيحب يتجوز عشان هو شاف صورة جميلة جدا للحياة الاسرية، بنتي هتحب الجواز لانها شافت صورة جميلة للاسرة المثالية. عشان كده بنقول من اول لحظة خد بالك وحط كده نصب عينيك وعاشرهن بالمعروف. لازم يبقى فيه ما بيننا معروف، لازم يبقى الاصل اللي احنا بنقيم عليه حياتنا شرع ربنا سنه نبينا صلى الله عليه وسلم. مش مهم الزوج حافظ قد ايه من القران، مش مهم الزوجه ختمه كم يعني جزء من القران، مش مهم احنا قرينا كم كتاب، المهم احنا فعلا هنتحاكم الى الشرع والى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبيت ده يبقى قائم على الاسلام، بيت زي نسخه من بيت حبيبنا بتصلى عليه صلى الله عليه وسلم، ولا بيت زي بيوت كتيره جدا عياذا بالله قائمه على حياه ماديه جامده، الاب شغال يعني يا دوب فقط مورد زي ما بيقولوا كده كمساري، يعني يا دوب بيشتغل وبيورد كده في اخر الشهر المرتب وخلاص، هو شغال وزير تموين في البيت، والموضوع بالنسبه له بقى لا في تربيه ولا في محبه بينه وبين زوجته ولا في رحمه ولا في الفه ولا في اسره مجتمعه ولا في اي حاجه، الاب ليل ونهار قاعد مع والام ليل ونهار مشغوله في التليفونات، والبنات والاولاد كل واحد قافل على نفسه اوضته، واسره مشتته ومفرقه عياذا بالله. الاسره اللي زي كده هتعيش ازاي وهتكمل ازاي؟ عشان كده كنا محتاجين للسلسله ديت، ان احنا عايزين نرجع السعاده للبيت مره ثانيه، ويقينا ورب الكعبه هذا ما ادين الله عز وجل به، ان السعاده لا يمكن ترجع لبيوتنا مره ثانيه الا اذا عشنا كلنا على طاعة ربنا، إلا إذا قربنا من ربنا، قربنا من سنة نبينا، ده ربنا اللي قال كده سبحانه وتعالى، قال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الله، يا سلام، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يبقى الحياة هترجع جميلة جدا، طبعا هتبقى حياة في منتهى الروعة، حياة ربنا وصفها حياة طيبة. فلنحيينه حياة طيبة، الله أكبر، حياة ربنا وصفها بأنها حياة طيبة وجميلة جدا، من أسعد الحياة اللي ممكن تعيشها في حياتك، حياة القرب والأنس بالله سبحانه وتعالى. علشان كده ربنا سمى الزواج ميثاق غليظ، وكلمة ميثاق على ما أذكر ذكرت في القرآن 3 مرات، مع الأنبياء قال جل وعلا: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، من محمد صلى الله عليه وسلم حبيبنا سيد ولد آدم بأبي هو وأمي ونفسي وروحي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. خد بالك، والمرة الثانية كلمة ميثاق كانت تعلمين على بني إسرائيل، قال جل وعلا: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، إلى أن قال: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه. للمرة الثانية. المرة الثالثة كانت في الزواج، قال جل وعلا: وكيف تأخذونهم وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. يبقى 3 مرات ذكر فيها كلمة الميثاق، على الأنبياء، على بني إسرائيل، وفي الزواج. الأنبياء وفوا وبني إسرائيل نقضوا العهد، وفاضل أنت يا بطل، ناوي على إيه؟ هتوفي بكلام ربنا وبأمر ربنا وأمر نبينا صلى الله عليه وسلم، لما يقول وعاشرهن بالمعروف يبقى لازم يكون في عشرة بالمعروف حتى عند الطلاق. إن شاء الله هنعمل لكم حلقتين بعنوان الطلاق الناجح، إزاي يكون طلاق ناجح؟ هو طلاق، واخد بالك؟ وبعدين مشهور جدا بين الناس ان ابغض الحلال عند الله الطلاق، حديث لا يصح اصلا، حديث غير صحيح. الطلاق مشروع، لكن يا جماعه احنا ما بنتمناش ابدا ان اي زوجه مسلمه تطلق. لما نسمع النهارده ان نسبه الطلاق وصلت، والله العظيم انا مخضوض وانا بقول الرقم دوت يا جماعه، لما نعرف ان نسبه الطلاق وصلت في كثير من المجتمعات المسلمه ل 40%، ده موضوع يخض. يعني معنى كده ان كل 100 واحده بتتجوز 40 واحده بتطلق، و60 بيشاوروا عقلهم، يعني واخد بالك؟ الموضوع بقى خطير جدا جدا. عشان كده كان لازم نرجع ونتكلم ونفتح الاوراق ونقول يا جماعه لازم ترجع السعاده للبيت مره ثانيه. ازاي ترجع السعاده؟ نعرف
بس بعد الفاصل. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل. أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة، قلنا عايزين السعادة ترجع للبيوت مرة تانية، والله نفسنا نشوف كل الأسر سعيدة وكل الناس مبسوطة وكل الأزواج عايشين في وئام وحب وحنان، لأن فعلا دوت بينعكس على نفسيات أطفالنا وأولادنا وأولادنا الجيل اللي جاي اللي هيشيل الأمانة. يا جماعة محتاجينه فعلا يطلع وينشأ في جو صحي جميل سليم، يطلع معافى من العقد النفسية والمشاكل والصراعات والنزاع والمشاكل اللي بين الزوج والزوجة بيأثر على أولادهم فعلا يقينا سلبا لا إيجابا. عشان كده محتاجين ان احنا نحافظ على أزواجنا وعلى أولادنا وعلى مجتمعاتنا وعلى ديننا، وعلشان نقدر نفضي نفسنا للدعوة لما الزوج يقضي حياته كلها في مشاكل مع زوجته والزوجة تقضي حياتها كلها في مشاكل مع زوجها، ويبات هو متنكد وهي زعلانة، والاتنين بدل ما ينشغلوا ازاي يخدموا دينهم لا بينشغلوا ليل ونهار ازاي نحل مشاكلنا. عايزين نحل مشاكلنا كلها بكلمة واحدة. وانا قلت يا جماعة قبل كده، قلت ان كتير من اللي بيتجوزوا بيقولوا ايه؟ بيقولوا عايزين نعرف ايه الحقوق وايه الواجبات. اقول لك غلط. الموضوع مش موضوع جدول حسابي ان انا عليا 50 حق وليا 50 او عليا 50 واجب وليا 50 حق. الموضوع مش موضوع كده يا حبايبي. الموضوع موضوع انا زوج وانت زوجة، انا نفسي اسعدك وانت نفسك تساعديني، ونفسي اقدم لك اغلى ما عندي وانت تقدمي لي اغلى ما عندك، بصرف النظر اذا كان دوت حق ولا واجب. احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نقدم لبعض اجمل حاجة عشان نعيش اجمل حياة، والدنيا مش مستاهلة بالبلدي كده. في النهاية انا مروح وانت مروحة، الكل مروح والكل هيترك الدنيا لا محالة، فلا داعي يبقى في ما بيننا شقاق ونزاع ومشاكل. وحتى عياذا بالله لو حصل انفصال بين زوج وزوجة زي ما بنقول يبقى الطلاق الناجح، يبقى ما بينهم من بعض الود والاحترام، يبقى الاولاد وهم طالعين حتى اي نعم بابا انفصل عن ماما او ام انفصلت عن ابويا، لكن في النهاية الاتنين بيعزوا بعض وبيحترموا بعض جدا وبيقدروا مشاعرنا كاولاد ليهم. ما حصلتش نصيبه، هو زوج محترم وهي زوجة محترمة، لكن في النهاية لازم نراعي مشاعر اولادنا ونحافظ عليهم، لان دولت اغلى حاجة عندنا ونفسنا ان هم يطلعوا يخدموا دينهم وبلدهم. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. تعالوا نخش في الموضوع، هنتكلم النهارده عن الميثاق الغليظ. تعالوا نعرف ايه اركان العقد. العقد ليه اركان؟ اي نعم، ليه ركن، يعني اللي هو بيسموه الايجاب والقبول. يعني ايه الايجاب ويعني ايه القبول؟ الايجاب بلفظ بيصدر من احد المتعاقدين، اتنين قاعدين قدام بعضهم، بيعبر عن ارادته في اقام علاقة زوجية، ده الايجاب. القبول ان التاني بيقول هو كمان لفظ بيعبر بيه عن رضاه وموافقته على الإقامة، على إقامة هذه العلاقة الزوجية. ليه بالبلدي كده مختصر الموضوع كله والدباجة كلها في كلمتين: زوجتك قبلت. الموضوع مش محتاج بقى ان احنا نقعد ايه نقول كلام لمدة نص ساعة وناس عيني مش فاهمة حاجة. واخد بال حضرتك، يعني زي اذكر احد مشايخنا في يوم العقد بتاعه جاب مأذون، فالراجل قعد يقول له مثلا زوجتك ابنتي على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصداقة المسمى بينه. فلما جاء عند الزوج اللي هو الشيخ يعني، فقال له قل له قبلت زواجها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصداقة المسمى بيننا عاجله وآجله وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعماني. قال له لا، أنا اكتفيت بالكتاب والسنة. قال له ما ينفعش، ده أنت لو ما قلتش على مذهب الإمام أبي حنيفة يبقى الزواج باطل. قال له ياه، يعني أنا لو ما قلتش على مذهب الإمام أبي حنيفة يبقى الجواز باطل؟ قال له والله يبقى باطل. قال له طب ام ابو حنيفه اتجوزت ازاي؟ كان هو لسه ما جاش اصلا الامام يعني، يبقى معنى كده الجواز بتاعها هي كمان باطل. وكل الجواز بقى من قبل ابو حنيفه لحد النبي صلى الله عليه وسلم كل الجوازات دي كانت كلها باطله، خد بالك. فالدباجه دي اصلا دباجه يعني مش لازم تتقال، هي على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصداق المسمى بيننا عاجله وآجله، واكتفينا بهذا. وربنا يا رب يبارك يا رب العالمين. يبقى ركن العقد اللي هو ايه؟ الإيجاب والقبول. وضحت المسألة كده يا جماعة؟ زوجتك قبلت،
خلاص انتهى الموضوع، الجوازة كملت بفضل الله سبحانه وتعالى. زوجتك ابنتي على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصداق المسمى بيننا عاجله وآجله. جميل قوي. يقول له قبلت زواجها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصداق المسمى بيننا عاجله وآجله. خد بالكم حاجة يا جماعة، الموضوع موضوع عايزين نستحضر فعلا مراقبة المولى عز وجل. ربنا مطلع علينا، هو حماية اللي انا هطلب منه بنته اللي هي تبقى زوجتي، لما بقول له زوجني ابنتك على كتاب الله، لما هو بيقول لي زوجتك ابنتي او موكلتي مثلا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانا بقول له قبلت زواجها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، امال ليه لما بيحصل مشكلة ولو بسيطة بين الاسرتين او بين الزوج والزوجة، ليه ما بنرجعش للاصل اللي احنا قلناه واتفقنا عليه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يبقى تحصل مشكلة بين الزوج وزوجته، فيجي الرجل بيكبر حماه بيقول له أنت والدي وأنا ابنك وهي بنتك، بالله عليك احكم ما بيننا، لو أنا غلطان اعمل فيه اللي أنت عايزه، أنا راضي، ولو هي اللي غلطانة كل اللي عايزه منك تقول لها اتقي ربنا في زوجك. فتلاقي في أب عاقل ما شاء الله يقول له عندك العيب يا ابني، ويقعد ويسمع وما شاء الله وصدره رحب ويسمع، وبعدين يعرف فين المشكلة، وفي النهاية اللي هو رجل ذكي يجي على بنته ما يجيش على الزوج، يكبر الزوج دوت ويحسسه فعلا ان مقامه عالي وان قيمته غالية عنده، ويخليه حتى يتحرج انه في يوم من الايام يسيء للزوجة دي لان ابوها رجل كريم ومحترم وراجل حاطين على كفوف الراحة وشايلني فوق دماغه. خدوا بالكم، فالرجل يوم قال لبنته انت غلطانة وده زوجك ولازم تراعيه وتحافظ عليه و وانا زعلان منك لو اسأت هذا الزوج الانسان الفاضل ده، وياخده هو على جنب يقول له يا ابني حبيبي انت ابني وانا اديتك اغلى حاجة عندي، اديتك حتة من قلبي، او بمعنى اصح اديتك قلبي كله، بالله عليك يعني حافظ عليها عشان خاطري، بالله عليك يا اخي حافظ عليها ليه، وخلاص ويمشي. ده الرجل الذكي. انما ممكن يكون واحد تاني يقول له انت عايز تقنعني ان بنت بتغلط، انا بنت اصول عمرها ما غلطت ولا هتغلط ولا وشاف ايه والكلام ده كله، ويقوم واخد البنت وتعالي وهجوزك ست سيده. اللي بيعمل كده انسان مش عاقل، انسان بيدمر حياة بنته هو مش واخد باله، ما هي في النهاية هتبقى واخدة لفظ مطلقة، وبعدين هتتجوز مرة تانية وهيبقى في اثر للزوج التاني لما يقول لها ما اتجوزت قبل مني، فممكن التاني يطلقها وتبقى مطلقة مرة تانية. حافظ على بيت بنتك وحافظ على حياتها وحافظ على زوج بنتك، ده ابنك، اوعى الغيرة توصلك لمرحلة ان انت تعتبر زوج بنتك ده عدو ليك، اوعى توصل للمرحلة ديت. تعالوا نشوف يا جماعة في عجالة سريعة شروط صحة عقد النكاح. في خمس شروط لصحة عقد النكاح. لو عايزين عقد نكاح سليم 100% ما يخرش المية زي ما بيقولوا، لازم خمس شروط يا جماعة هنقولها في عجالة سريعة. أول شرط إسلام الزوج والزوجة والولي، إن يبقى الزوج مسلم والزوجة مسلمة والولي مسلم، وهنوضحها هنشرحها بس نقول في عجالة سريعة الخمسة. الحاجة التانية رضا المرأة قبل الزواج، دي تكون راضية بالجوازة ديت، ما ينفعش إن احنا نجوزها غصب عنها. الحاجة التالتة الإشهاد أو الإعلان، الإشهاد بالدال أو الإعلان. رقم 4 الصداق اللي هو المهر. رقم 5 اللي هو الولي. تعالوا بقى نفصل الموضوع شوية كده، بس لازم تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. أول حاجة من شروط صحة عقد النكاح، عايزين عقد نكاح فعلا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا بنقول بقى يا جماعة عايزين نعيش بقى شرع ربنا، عايزين نؤسس بيت مسلم فعلا، بيت كده يعني يوم ما نيجي يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم يفرح بينا ويسعد بلقائنا على الحوض بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. أول حاجة يا جماعة إسلام الزوج والزوجة والولي، إن لازم يا جماعة يكون الزوج مسلم والزوجة مسلمة والولي مسلم، بس في حالات هقولك عليها دلوقتي. يبقى العقد لا يصح لو كان الزوج كافر والزوجة مسلمة. لو زوج كافر ما هوش مسلم وراح يتجوز واحدة مسلمة ينفع الكلام دوت؟ لا، العقد باطل. ليه؟ لان شرط من شروط صحة عقد النكاح، وانا بحاول ابسط الموضوع عشان امهات الغاليين اللي قاعدين قدامي، شرط يا ام من شروط صحة عقد النكاح ان يكون الزوج اللي جاي يتقدم لبنتك يكون مسلم،
يكون مسلم، بنتك مسلمة يبقى لازم الزوج اللي هيتقدم لها ده لازم يكون مسلم. دي حاجة. حاجة تانية، ان الولي الكافر لا يصلح ان يكون وليا لزوجة مسلمة. يعني لو البنت مسلمة وابوها كافر او وليها كافر، وهنشوف بعد كده طبعا الولي مين، هم الولاة اصلا، يعني الولي ده مين، الاب، طب وبعد الاب مين، هنقول بقى برضو ترتيبه، ما نقول يعني ازاي يكون الولي يعني، والشروط بقى الولي وحد كلها نقولها ان شاء الله لما نيجي عند ايه، عند شرط الولي. فاذا فما ينفعش يكون الولي كافر واللي هيجوزها مسلمة، اللي هي ايه، اللي هي بنته مثلا، ما ينفعش يكون فيه للكافر ولاية على المسلمة. ادي رقم اتنين. رقم تلاتة، طيب لو الزوج مسلم هل ينفع ان تكون الزوجة مش مسلمة؟ ينفع، يعني ممكن تكون زوجة من اهل الكتاب، سواء كانت من اليهود او من النصارى، واخد بال حضرتك، زوجة محصنة من اهل الكتاب ويتزوجها المسلم. لكن الاولى يا جماعة الخير، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم، الاولى ان اتجوز المسلمة وعف المسلمة، بقى انا اسيب المسلمة اللي محتاجة زوج يعفها ويحافظ عليها وياخد بايدها المرضات ربنا وياخد بايديها للجنة، وراح اتجوز واحدة كافرة ليه؟ هما المسلمات خلصوا؟ الواحد بيحزن جدا جدا لما الاقي مسلم ويقول لي انا جوزت مثلا واحدة مش عارف من فين، او من فين، من بلجيكا ولا من اوروبا ولا من مش عارف من امريكا ولا من، وهي اصلا مش مسلمة. طب عندك اخوات مسلمات ما شاء الله مليين الدنيا كلها، وبنات زي الفل ما شاء الله، ادب واخلاق ودين وحسب ونسب وجمال وكل اللي انت عايزه موجود بفضل الله في بيوت المسلمين، ليه تروح تسيب مسلمة وتعرضها للفتنة وتروح تتجوز واحدة كافرة؟ اي نعم الجواز صحيح، لكن عايز اقول لك ده خلاف الاولى. اخوي وحبيبي لازم تعف اختك المسلمة وتحافظ على اختك المسلمة وتعينها على طاعة ربنا سبحانه وتعالى. يا رب جوز كل بنات المسلمين، اللهم امين. يبقى اذا يبقى اول حاجه، اول شرط حبايبي، بحاول ابسط الموضوع خالص، اول شرط من شروط صحه النكاح، احنا بنتكلم عن الميثاق الغليظ، بنتكلم عن الزواج، عن عقد ايه، عقد النكاح، ان يكون الزوج مسلم، دي الصوره المثاليه، والزوجه مسلمه والولي مسلم. ينفع يكون الولي كافر والزوجه مسلمه؟ لا ما ينفعش، لا يصح العقد. ينفع يكون الزوج كافر والزوجة مسلمة؟ برضو ما ينفعش، ما يصحش العقد. إنما ينفع يكون الزوج مسلم والزوجة غير مسلمة، وقلنا ده خلاف الأولى، فالأولى إن أنت تحافظ على أختك المسلمة. يبقى ده رقم واحد من شروط صحة عقد النكاح. تعالوا نشوف رقم اثنين، الشرط الثاني. الشرط الثاني رضا المرأة قبل الزواج، إن هي تكون راضية. يا جماعة المرأة دي ما هيش قطعة أساس، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم، ما هيش قطعة أساس بحطها في بيتي وخلاص وبرميها، وسواء هي راضية ولا مش راضية يعني مش مهم ترضى. مين قال الكلام ده؟ الإسلام ده ارتقى بالمرأة لأعلى مراتب، يعني مش عارف أقول لحضرتك إيه، والله ما لاقي كلام أقوله. الإسلام هو اللي حافظ كرامة المرأة. أذكر إن كان لي صديق كان عايش في ألمانيا، فبيقول لي دخلت محل من المحلات أشتري حاجة، ففوجئ بامرأة وشغالة في المحل دوت ومعاها بنتها. هي الست دي صاحبة المحل وبنتها واقفة معاها بتشتغل. فبنتها هو بيقول لي بنت يعني ما شاء الله، يعني بنت على قدر عالي من الجمال و وبنت مش مسلمة. فبيقول لها انت ليه مشغالة معاكي بنتك؟ فقالت له عندنا لازم كل واحد يشتغل عشان يعرف يعيش وياكل، لان لو ما اشتغلش مالوش عندنا اي حاجه خالص بالمره، يعني خصوصا ان البنت عدت بقى سن 16 سنه ولا كانت وصلت 18 سنه حاجه زي كده. قال لها سبحان الله، عندنا في الاسلام الواحد لما بيتجوز واحده هو اللي بيتكفل بكل شيء من متطلبات حياتها، اكلها، شربها، لبسها، علاجها، مسكنها، حياتها، كل حاجه. قالت له معقوله؟ قال لها والله. قالت له لو تلاقي زوج لبنتي يأكلها ويشربها ويعيشها في بيت فقط كده، أنا مستعد أجوزها له النهارده. قد إيه هم مفتقدين للإحساس بإن في رجل ممكن يكون مسؤول عن امرأة. لكن تتخيل لما يكون رجل متجوز واحدة، واخد بال حضرتك، وهي قاعدة بتاكل على السفرة وهو اللي بيصرف على أكله وهي بتصرف على أكلها، وهما الاتنين بيحطوا الأكل، هو قاعد في أول السفرة وهي قاعدة في آخر السفرة، هو يحط لنفسه الأكل وهي تحط لنفسها الأكل، وبعد كده هو يقوم يغسل الصحون بتاعته وهي تغسل الصحون بتاعتها. أي مودة وأي رحمة؟ عشان كده بقول لك ما فيش أسرة في الدنيا دي كلها أجمل من الأسرة المسلمة. الدفء العاطفي
والجمال والمشاعر والأحاسيس والحب والمودة والرحمة واللين والتفاهم، والاتنين ما شاء الله ما شاء الله عايشين زي ما بيقولوا كده على موجة واحدة. عشان كده بنقول الشرط الثاني رضا المرأة قبل الزواج، لازم تكون راضية يا جماعة. ومفيش صورة أجمل في الدنيا دي كلها نقدمها للغرب كله أجمل من الصورة اللي هقولها لكم دلوقتي. حديث في البخاري ومسلم إن حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام، حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم اتقدم لأم هانئ بنت أبي طالب بنت عمه، اتقدم لها عشان يتجوزها. فقالت له حاجة غريبة جدا، وشوف قد إيه الإسلام ادالها حرية الاختيار وحرية الموافقة والرفض. بالله عليك أخت الفاضلة، حد ممكن يتخيل في الدنيا دي كلها إن واحدة يتقدم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقول لأ؟ هي ما قالتش لأ زهدا في النبي صلى الله عليه وسلم، في حد في الدنيا يرفض النبي؟ هي قالت لأ لأنها خايفة أنها ما تقدرش تقوم بالمسؤولية كاملة تجاه حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم. فأم هانئ بنت أبي طالب قالت له يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من سمعي ومن بصري. الله أكبر، يا سلام، بتقول له أنت يا رسول الله أحب إلي من سمعي ومن بصري، ده أنا ما اسمعش وما شوفش أهون علي من إن أنا يعني أقول لحضرتك لا، أقول يعني أقول لا على النبي عليه السلام، أو إن أنا أكون في حاجة في الدنيا دي أغلى عندي من النبي. ما فيش حد في الدنيا دي أغلى عندي من النبي صلى الله عليه وسلم. بتقول له لأنت أحب إلي من سمعي ومن بصري وإني امرأة مؤتمة. يعني إيه مؤتمة؟ عندي أيتام، خد بالك، وبني صغار، وحق الزوج عظيم. شوف المرأة اللي حاسة، عشان كده بقول لك حس إنها مسؤولية. الموضوع مش موضوع جوازة وشهر عسل وقضاء وطر وشهوة وانتهت المشكلة وقضينا كام يوم حلو مع بعض وخلاص ومشيها بقى زي ما الناس عايشة اهو بنرب العيال وخلاص. لا، عايزين بيت مليان سعادة ومليان محبة ومليان مودة، اطفال يتربوا احسن تربية بفضل الله سبحانه وتعالى، ويطلعوا نفسياتهم وقلوبهم سوية وحاسين بأنهم فعلا محتاجين أنهم يتواصل الأجيال وأنهم يكملوا المسيرة الجميلة دي ويأسسوا بيوت كلها يعني عامرة بطاعة الله وبهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طب تقول له أنت أحب إلي من نفسي من سمعي ومن بصري وإني امرأة مؤتمة عندي أيتام وبني صغار وحق الزوج عظيم. خدوا بالك بقى بتقول إيه، فأخشى إن أقبلت على زوجي أن أضيع بعض شأني وأولادي. خايفة ده أنا لو أقبلت عليك يا رسول الله واهتمت بك قوي إن أنا أضيع أولادي وأضيع نفسي، وخايفة لو أقبلت على نفسي وعلى أولادي إن أنا أكون في الوقت دوت بضيع حق زوجي. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على بعل، يعني زوج في ذات يدي. الله أكبر، شوف الإسلام أتح لها هذه الفرصة عشان تعرف قد إيه قدر الحرية في ظل هذا الدين العظيم. تعالوا نكمل شروط صحة النكاح، ولكن بعد الفاصل. صلى الله على حبيبك. في حضن البيوت يعيش الدفا.
لحظة صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل اخويا وحبيبي واختي الفاضله. تعالوا نكمل شروط صحه النكاح. قلنا الشرط الثاني يا جماعه، الشرط الثاني قلنا ان رضا المراه قبل الزواج، ان لازم تكون راضيه ولازم تكون موافقه، او لازم يكون الزواج يعني هي موافقه عليه ابتداء علشان يصح العقد. طيب العلماء فصلوا في مساله بقى رضا المراه قبل الزواج، قالوا هنفصلها في ثلاث نقاط عشان يكون انا عايز يكون الكلام بتاعنا كله مرتب ومنسق بفضل الله سبحانه وتعالى عشان ما حدش يتوه مننا. اول حاجه قالوا هنقسمها لثلاث اقسام. البنت البكر الصغيره التي لم تبلغ، ده رقم واحد، يا ترى نستاذنها ولا لا؟ ده رقم واحد. رقم اثنين البنت البكر التي بلغت، ماشي كده. رقم ثلاثه الثيب اللي اتجوزت قبل كده وطلقت، او مثلا التي تزوجت قبل ذلك وزوجها مات. يبقى عندنا ثلاث اصناف: البكر التي لم تبلغ، البنت الصغيره خالص اللي لسه لم تبلغ ولم تحض قبل هذا، والثانيه البكر التي بلغت خلاص، والثالثه الثيب، الثيب اللي هي زوجت قبل ذلك وطلقت، او الارمله التي ايه التي يعني تزوجت ومات زوجها. طيب تعالوا ناخذهم بسرعه كده. البكر التي لم تبلغ، يا ترى نستاذنها قبل الزواج ولا ما نستأذنهاش؟ فالعلماء قالوا لا، البكر التي لم تبلغ اللي هي سنها صغير خالص، طبعا ده دليل على ان البكر التي لم تبلغ يجوز ان انت تجوزها. ايه الكلام ده؟ كلام غريب شويه. لا مش غريب ولا حاجه، هتشوف القران بيقول ايه، ويمكن هتستغرب لما تسمع الكلام ده، يمكن تكون بتسمعه لاول مره، ويمكن لو قراته كانك بتقول هو ايه الكلام ده فين؟ الكلام ده موجود في القران، هجيب لك الادله عليه من القران. البنت الصغيرة التي لم تبلغ لا تستأذن إذا زوجها، خد بالك، بشرط إذا زوجها وليها من رجل كفء، رجل فاضل. مش بقى يروح وليها يجوزها من إنسان فاسق أو مبتدع أو كافر عياذا بالله، أو إنسان ما عندوش دين، ونقول لا تستأذن لا في الوقت ده، لابد إن احنا نراجع نفسنا بقى في الكلام ده. لا، ده أنا بتكلم لو جوزها من واحد إنسان متدين ومحترم ويقدر مسؤولية الزواج وعنده خلق وعنده دين، وهي لسه صغيرة لم تبلغ، لم تبلغ. طب وهي لم تبلغ ينفع نجوزها؟ ينفع نجوزها. إيه الدليل على كده؟ هنسمع حالا من القرآن. لكن عايز اقول مثل هذه البنت لا تستأذن، لان هي اصلا استئذانها ملوش، ما فيش اي فايده من وراء، لان هي اذنها او سكوتها او موافقتها مش هتفيد في اي شيء، لان هي عيني لسه ما تعرفش مصلحتها، لسه مش عارفه اي حاجه، ما عندهاش اي خبره من خبرات الحياه. نشوف كده الادله من القران. قال جل وعلا، وركزوا معايا لان دي اهم نقطه هنناقشها النهارده، النقطه الاولانيه. قال جل وعلا، واللائي يئسن من المحيض. ايه اللي يئسن من المحيض؟ اللي هي المراه اللي كبرت قوي في السن مثلا، سواء وما لهاش سن محدد، يعني يئسن من المحيض يعني اعزكم الله انقطعت عنها الدوره الشهريه خلاص، يئسن من المحيض يعني وصلت لسن خلاص لا تحيض في مثل هذا السن. واللائي يئسن من المحيض، خد بالك، من نسائكم ان ارتبتم، لو طلقت يعني، فعدتهن ثلاثه اشهر واللائي لم يحضن. يبقى يئسن من المحيط كبرت في السن وانقطعت عنها الدورة الشهرية، واللائي لم يحضن البنت الصغيرة التي لم تبلغ، دي عدتها قد ايه؟ 3 شهور. ودي عدتها قد ايه؟ 3 شهور. ان ارتبتم، لان هنا كان المفروض او الاصل في المسألة ان العدة بتاعتها 3 قروء، 3 قروء يعني 3 مرات حيض او 3 مرات طهر حسب اختلاف العلماء في هذه المساله. لكن طب ديت يأست من المحيض لا تحيض، وهذه لم تحض اصلا لسه ما بلغتش، طب نحسبها ازاي؟ ما فيش اصلا لا حيض ولا طهر، مش عارفين نظبط المساله. قال لك نظبطها بثلاث شهور هجريه، 3 شهور هجريه نظبط بها المساله. يبقى اذا ناخد من الحته دي دليل جميل قوي، اللي ايه؟ ما دام ربنا قال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن 3 اشهر واللائي لم يحضن، معنى كده انه جعل اللائي لم يحضن جعل لها عده 3 شهور، ولا تكون العده الا من طلاق، صح كده؟ يبقى تزوجت وطلقت وبقى ليها عده، وهي اصلا لم تحض يعني لم تبلغ، واخد بالك؟ يجوز نجوزها؟ يجوز نجوزها.
وهل ناخد رأيها؟ هي أصلا يعني لسه صغيرة ما تفهمش يعني إيه رأيه، يعني إيه الزوج اللي يصلح واللي ما يصلحش. فوليها هو اللي أعلم بمين يكون كفء ليها ومين الرجل الذي يصلح لحياتها. وإن كنا طبعا بنقول ده دليل آه، لكن إحنا بننصح برضو إن البنت ما تتجوزش في سن صغير بالمنظر دوت، يعني على الأقل تكون بلغت وتستطيع إن هي تقوم بالحياة الزوجية عشان نأصل المسألة ونلقي المسألة على أرض الواقع. بنقول آه يجوز، يجوز إن إحنا نجوز البنت قبل أن تحيض، قبل أن تبلغ، لكن بنقول يا جماعة لما ننزل على أرض الواقع بقى الحياة اللي إحنا عايشينها، بنقول الأفضل إن إحنا نجوز البنت لما تنضج كده وتكون ما شاء الله فهمة ومدركة وبالغة وعاقلة وعارفة ايه الصح من الغلط وعارفة ايه اللي يصح وايه اللي ما يصحش، عشان نقدر نقيم حياة زوجية ونقدر نقيم بيت مسلم بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب السنة بتقول ايه؟ السنة بتقول ان ابو بكر الصديق، واحنا قلنا في موضوع الدرس اللي فات تفتكروا، زوج النبي صلى الله عليه وسلم من امنا عائشة، عقد عليها وعندها 6 سنين وبنى بها وعندها 9 سنين، والحديث في البخاري ومسلم في أعلى درجات الصحة. وسيدنا علي بن أبي طالب زوج عمر بن الخطاب من ابنته أم كلثوم وهي صغيرة جدا 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 في السن. يبقى إذن يجوز؟ آه يجوز تتجوز في السن دوت، لكن بنقول نلقي المسألة على أرض الواقع، بنقول والأفضل يا جماعة إن البنت لما تتجوز يكون بالغة عاقلة، تكون راشدة فاهمة عارفة الصح من الغلط، عشان تقدر تقيم حياة زوجية. مش معقولة تروح بيت جوزها وهي يعني إيه لسه عقلها يعني صغير، فممكن الحياة عياذا بالله لا تستمر بهذه المسألة. أما عن إجماع المسلمين فهذه المسألة، قال الإمام ابن المنذر: وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن نكاح الأب ابنته البكر الصغيرة جائز إذا زوجها من كفء. يعني يجوز أنه ما ياخدش رأيها، ويجوز أنه هو يجوزها من زوج طالما أنه كفء، يجوز من غير ما ياخد رأيها، ده لو كانت بنت صغيرة لم تبلغ. وقلنا يا جماعة وقلنا لكن الأفضل أنه يجوزها بعد ما تبلغ وتكون راشدة وعاقلة. طيب التانية بقى اللي هي البكر البالغة، هل يجوز للأب أو للولي أيا كان الولي، هل يجوز له أنه يجبر هذه الفتاة البكر البالغة العاقلة، هل يجوز أن وليها يجبرها على الجواز؟ الجواب لا، لا يجوز. وده رأي أئمة كبار جدا جدا، مذهب الإمام أبو حنيفة وأصحابه، ورواية عن أحمد الأوزاعي والثوري وابن منذر، واختار هذا رأي الشيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة. والدليل بتاعهم إيه؟ عندهم أدلة كتير جدا وهنقولها كده في عجالة سريعة. أول حاجة يا جماعة قالوا حديث ابن عباس، حديث رواه أبو داود بإسناد حسن، إن جارية بكر أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أباها زوجها وهي كام، قالت له يا رسول الله أبويا جوزني وأنا مش راضي، مكنتش عايز الجوازة دي. فخيرها النبي بين أن تستمر وبين أن تطلق، وفي رواية ففرق النبي بينهما. واضح يا جماعة؟ طيب الحاجة الثانية حديث البخاري ومسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تنكح البكر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. لازم نستأذنها، لازم ناخد رأيها يا جماعة، بنتنا بنتنا يا جماعة، احنا مش دي مش سلعة يا جماعة الخير يا حبايب قلبي، يعني ما هيش سلعة هروح اتاجر بيها واجوزها للي في دماغي علشان بعمل معاه بيزنس او عشان ده غني او علشان رجل صاحب منصب كبير. بنتك ثمرة القلب، ويعني اغلى حاجه عندك في حياتك. اوعى تدعي لحد عشان فلوسه، اوعى في يوم من الايام ان انت تتاجر ببنتك ديت او تروح تجوزها من واحد غني هي مش عايزاه. لا تنكح البكر حتى تستاذن. وقالوا دليل ثالث حلو قوي قوي، قالوا ان الولي يعني ليس له الحق في ان يتصرف في مال البنت ديت اذا كانت رشيده الا باذنها، فلان يتصرف في بضع هذه المراه يبقى من باب أولى أن هو يستأذنها، لأن البضعة أغلى من المال. طيب الحاجة الثالثة أو الرابعة، قالوا أن لو هو جوزها وهي كره الجواز بالمنظر ده، الكلام ده كله بيخالف كل القواعد والأصول الإسلامية. ليه؟ لأن ربنا أمرنا بكده، أمرنا أن احنا نحسن لأولادنا وأن أولادنا يحسنوا إلينا. فلما أنا أجوز بنتي من واحد هي مش عايزاه، أبانا كده ما أحسنتش لأولادي وكده أسأت إليهم. خذوا بالكم، فإذا كانت هي أصلا ما يجوز إن هو يكرهها على بيع ولا على إيجارة ولا على حتى أكل ولا شرب إلا بإذنها. حد في الدنيا يقدر يجبر بنته على إنها تأكل أكل هي مش عايزاه، أو تشرب حاجة مش عايزاه، أو إنها تشتري حاجة مش عايزاه؟ فمن باب أولى إن هو ما يكرهش بنته على جوازة هي مش عايزاها. رقم 5 ودي الأخيرة، إن المرأة
شرع عليها ان هي لو كرهت زوجها شرع عليها الشارع ان هي لو عايزه تتخلص منه تتخلص منه وتطلب الطلاق. واحده عايشه مع زوجها هي بتكرهه، فمن حقها في الوقت دوت ما دام بتكرهه من اجل دين، يعني بمعنى ان هو انسان لا يقيم الدين، انسان ما عندوش تقوى ولا ورع ولا خلق ولا حياء ولا ولا، فكل الاشياء دي يحق لها ويشرع لها ان هي لو عايزه تطلب الطلاق تطلب الطلاق. فاذا كان يجوز لها ان هي لو كرهت الزوج دوت ان هي تطلب الطلاق يبقى من باب اولى، لما تكون كرهها في الاول من حقها انها ترفض الجواز، يبقى مش من حق الاب ان يكرهها على الجواز، ومش من حقه ايضا ان يكرهها على الطلاق. خدتوا بالكم المساله عامله ازاي؟ يبقى دوت الحاصل انه لا يجوز ان نجبر البكر البالغ على النكاح ولا ان نزوجها الا برضاها. فان وقع الزواج، وركزوا معايا، لو وقع الزواج بغير رضا البنت لا يصح العقد. واضح يا جماعه؟ لو خدت بنتي البكر العاقل البالغ الرشيد وجوزتها من واحد هي مش عايزاه ورفض الجوازه ديت، فالعقد لا يصح. ايه الدليل على كده؟ دليل على كده حديث جميل قوي، ثبت في حديث او ثبت في حديث كثيره جدا تدل على ان المراه اذا ابغضت الزوج لم يكن لوليها اكراهها على عشرته، واذا احبته لم يكن لوليها التفريق بينهما. حديث في البخاري ان واحده اسمها بريره، بريره دي جاريه حبشيه ملكها عتبه ابن ابي لهب، وراح مجوزها لعبد من عبيد المغيره. خدوا بالكم، فهي ما كانتش عايزه العبد ده، مش عايزه تتجوزه، وهي رغم ان هي اما فكانتش عايزاه. في يوم من الايام اشفقت عليها امنا عائشه، راحت ايه اشتغلتها واعتقتها، فاصبحت الان حره. خدوا بالكم، فلما اصبحت حره فما ينفعش انها تكون في ذمه هذا العبد الا اذا هي خيرت بقى. فراح النبي قال لها ايه؟ قال لها ملكت نفسك فاختاري، انت الان اصبحت حره، اختاري بقى عايزه تستمر مع هذا العبد اللي هو اسمه مغيث ولا ان انت تفارقيه. فقالت لها يا رسول الله يعني انا خلاص يعني مش عايزاه. فكان مغيث بيطوف خلف بريره في كل سكه ويبكي عشان ترضى ايه انها ترجع له، خصوصا ان كان عنده منها اولاد. فاشفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم وراح رايح لبريره وقال لها يا بريره يعني لو راجعته فانه ابو ولدك، يعني لو حبيتي ترجعي له ده ابو ولدك يعني. فقالت له يا رسول الله اتامرني؟ يعني لو بتامرني يا رسول الله انا سامعا وطاع عليك يا رسول الله، انا ما يهمنيش حظ نفسي ما يهمنيش، المهم ان انا اسمع كلامك يا رسول الله، هتامرني يا رسول الله؟ قال لها لا، انما انا شافع يعني فقط انا بشفع. فقالت فلا حاجه لي فيه. يبقى ما اجبرهاش على ان هي ترجع لجوزها اللي هو جوزها اللي هو كان جوزها اصلا. واخد بالك؟ يبقى اذا المساله يا جماعه لا يجوز ابدا ان احنا نكره بناتنا، البنت البكر البالغ العاقل الرشيد لا يصح لنا ان احنا نجبرها على الجواز، ولو جوزناها غصب عنها يبقى هذا الزواج لا يصح. حديث اخير نقوله رواه ابن ماجه بسند صحيح عن ابن عباس انه جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله ان عندنا يتيمه، عندنا بنت يتيمه، وقد خطبها رجل معدم، رجل فقير جدا جدا، ورجل اخر موسر، رجل غني جدا ورجل فقير، الاثنين خطبوها. يعني ده طلب ان يتجوزها وده طلب ان يتجوزها. فقال له يا رسول الله هي تهوى المعدم. هي يعني المعدم يعني الراجل الفقير ده هي عايزاه، هي نفسها تتجوز الفقير ده. واحنا بقى اهلها عايزين يجوزوها من الرجل الغني. فقال صلى الله عليه وسلم: لم يرى للمتحابين مثل النكاح. اذا يبقى الاصل ان هي ما دام هي عايزه الرجل ده حتى لو كان فقير جوزها له. خدت بالك؟ مش مهم بقى ان يكون الاهل عايزين واحد مليونير او ملياردير، ما دام هي رغبت في هذا الانسان الفقير اللي عنده دين وعنده خلق وانسان فاضل ومحترم خلاص جوزها له ما دام هي عايزاه. يبقى لا تجبر البكر على جوازه معينه، خدت بالك؟ ولا يفرق بينها وبين انسان هي تريده ما دام عنده دين وعنده خلق وكان كفء ليها بفضل الله سبحانه وتعالى. ثالث حاجه يا جماعه البالغ الثيب. يبقى احنا قلنا ثلاث حاجات، البنت البكر التي لم تبلغ العلماء قالوا يجوز ان الاب يجوزها حتى لو ما خدش رايها، ما دام انه نقلها زوج كفء، انسان محترم عنده دين ومتدين وخلوق و لكن قلنا لكن الافضل بقى الافضل انه ينتظر لحد ما تبلغ
عشان تقدر تقوم بأعباء الأسرة. احنا بنتكلم مش في الشرع بس يا جماعة، بنتكلم عن شرع وعرف في وقت واحد. عايزين نقول بنلقي المسألة الشرعية دي على أرض الواقع. هجوز بنت النهاردة عندها 13 سنة، طب البنت اللي عندها 13 سنة دي يجوز ان يتجوزها؟ يجوز، لكن هل تعتقد ان بنت عندها 13 سنة تقدر تقيم بيت؟ ما تخلينا يا جماعة واقعيين بقى، هتقدر تقيم بيت؟ طبعا مش هتقدر تقيم بيت، لسه البنت لم تبلغ، ولسه البنت ما تعرفش اعباء الحياة، وما تقدرش انها تقيم البيت، ما تقدرش انها تقوم باعباء الزوج وكل الحاجات دي كلها، محتاجة واحدة تقدر انها، وما تقدرش تطبخ لزوجها وتقدر تحافظ على البيت، فننتظر حد ما تبلغ ونجوزها، تمام كده؟ لكن لو زوجت، الزواج صحيح، زواج صحيح، الزواج صحيح، ما فيش اي مشكله خالص، تمام. طيب لكن الافضل ايه؟ لا ننتظر. طيب البنت التي بلغت وهي ما زالت بكر، هل يجوز نجبرها على جوازها؟ لا ما يجوز. طب لو اجبرناها على جوازها وجوزناها غصب عنها، العقد باطل لا يصح. النوع الثالث بقى وده الاخير، الثيب البالغ، البنت البالغه اللي اتجوزت قبل كده، لا يجوز ايضا تزويجها بغير اذنها، ده اجماع المسلمين. ومما يدل على ذلك هنقول شويه احاديث كده في عجله سريعه. حديث رواه البخاري عن خنساء بنت خدام الانصاريه، ابوها راح مجوزها وهي ثيب، فكرهت، ما كانتش عايزه تتجوز الجوازه دي، فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد النبي نكاحها، رد النبي هذا الزواج، قال الجواز ده لا يصح. خدت بالك؟ شوف حبيبك صلى الله عليه وسلم ما سابش حاجة، يعني 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 سبحانه وتعالى المولى عز وجل ما فرط في كتابه في شيء من شيء، سبحانه وتعالى ما فرطنا في كتابه من شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت من خير إلا وقد دللتكم عليه، وما تركت من شر إلا وقد حذرتكم منه بأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم رد نكاح خنساء بنت خدام الأنصارية، ليه؟ لأن أبوها جوزها غصب عنها. حديث الثاني رواه البخاري ومسلم على أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قال يا رسول الله وكيف إذنها؟ البكر بتكسف. قال إذنها أن تسكت. إذنها إيه؟ أن تسكت. قال الحافظ ابن حجر ورد النكاح إن كانت ثيبا فزوجت بغير رضاها إجماع، إلا ما نقل عن الحسن أنه أجاز إجبار الأب للثيب ولو كرهت. يعني فالحافظ ابن حجر عايز يقول إيه؟ عايز يقول إن لو واحدة ثيب جوزناها غصب عنها ففي إجماع من أهل العلم، إلا رأي قاله الحسن، وخد بالك، قال في إجماع من أهل العلم إن لابد أن يرد هذا النكاح. والأدلة كتيرة جدا، من ضمنها الدليل إحنا ذكرناه إن خنساء بنت خدام الأنصارية، وهنا تلقت صلاتكم إن شاء الله بعد الفصل، إن خنساء بنت خدام الأنصارية لما راحت للنبي صلى الله عليه وسلم وهي كانت ثيب، قالت له يا رسول الله إن أبويا جوزني وأنا كره الجوازة دي، فقام النبي ورد نكاحها. يبقى ادي يا جماعه الثلاث حالات اللي احنا ذكرناهم في حته الشرط الثاني من شروط ان شروط صحه عقد النكاح، اللي هو ايه؟ اللي هو ان احنا ان تكون موافقه، المراه موافقه على الزواج قبل الزواج، قبل ما نجوزها لازم تكون موافقه. قلنا الثلاث اصناف، قلنا البكر الصغير خالص، قلنا اذنها ليس له اي قيمه لان هي صغيره ما تعرفش مصلحتها فين، لكن قلنا يا جماعه الافضل، الافضل حبايب قلبي احنا ما بنناقش في شرع ربنا يا جماعه وما بنغيرش وما بنبدلش، بس نقول يا جماعه نلقي المساله على الارض الواقع. يجوز البكر تجوز قبل ان تبلغ، يجوز بنص القرآن، واللائي لم يحضن، ربنا جعل التي لم تحض جعل عدة بتاعتها كام شهر؟ 3 شهور، وده دليل على ان العدة دي بتكون بعد الطلاق، يبقى زوجت وطلقت، اتجوزت واتطلقت، تمام، وهي لم تحض اصلا لسه صغيرة، يجوز يجوز، بس الاصل والافضل احنا لما نلقي المسألة على ارض الواقع لا ننتظر. والنوع الثاني البكر البالغ العاقل، يجوز ان احنا نجبرها على الجواز؟ ايضا لا يجوز. طب لو اجبرناها العقد باطل. النوع الثالث الثيب اللي اتجوزت قبل كده، هل يجوز ان احنا نجبرها على الجواز؟ ايضا لا يجوز. طب لو جوزناها ايضا لا يصح العقد، بان شرطين مش هنقدر نقولهم النهارده، هنقولهم المره الجايه، ولانهم مهمين جدا جدا، اللي هم الاشهاد او الاعلان، والشرط الرابع
او الفضيلة ثلاث شروط عفوا، او الشرط الرابع اللي هو الصداقة، والشرط الخامس اللي هو الولي، والثلاثة مهمين جدا 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 ان شاء الله هنتناولهم في الحلقة القادمة ان شاء الله اللي هو بعنوان الميثاق الغليظ. احنا هناخد في العقد ثلاث حلقات ونكمل بقى السلسلة بتاعتنا ان شاء الله، ناخد حلقة كاملة عن اداب الزفاف بقى، وناخد حلقتين في حق الزوج وحلقتين في حق الزوجة، وهنتكلم بقى عن العنوسة في الاسلام، وهنتكلم عن الغيرة اللي بين الزوجين، وهنتكلم عن حاجات كتيرة إن شاء الله ومفاجآت جميلة جدا أخوي وحبيبي. يعني نلقاكم ونتلقى اتصالاتكم، وأسعد جدا باتصالاتكم ومكالماتكم الجميلة بعد الفاصل القصير دوت. صلى الله عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كان لقاءنا النهاردة مع الميثاق الغليظ، مع عقد النكاح الجميل وبناء أسرة مسلمة غالية. وعايز أوضح نقطة أخيرة كده عشان برضو إيه يعني ما يبقاش في بلبلة ولا أي حاجة. مسألة لما تكلمت عن الثلاث نقاط بتاعت موافقة الفتاة قبل أو المرأة قبل الزواج يا جماعة، قلت حتة إن يجوز البنت تتجوز قبل أن تبلغ، لأن خدوا بالكم من حاجة، في بعض البلاد الإسكندنافية أو البلاد الجليدية قد تبلغ البنت عندها 20 سنة. خدوا بالكم، عايزين نركز في حتة، قد تبلغ البنت عندها 20 سنة وتتأخر سن بلوغها ومسلمة،
وبيتاخر سن البلوغه لفتره كبيره جدا. فده وبلاد ثانيه حرام ممكن تبلغ البنت عندها 9 سنين او 10 سنين واخد بالك. فبتختلف بيختلف سن البلوغ. هل يجوز ان احنا نجوزها قبل سن البلوغ؟ يجوز يجوز، لكن قلت يا جماعه قلت الاولى، الاولى والافضل عشان نبقى حافظين الكلمه دي، الاولى والافضل عشان نلقي المساله على ارض الواقع. مش ممكن مش معقول هجوز بنت عندها 12 سنه، ومش معقول هجوز بنت عندها 13 سنه. شيء طبيعي جدا البنت لما بعوز اجوزها على الاقل خالص يكون عندها 18 سنه 20 سنه واحنا طالعين، عشان البنت تقدر تقوم باعباء البيت، تكون اتعلمت ما شاء الله فن الطهي، اتعلمت ازاي ان هي تربي اولادها، اتعلمت ازاي انها يعني تشوف حقوق الزوج، اتعلمت حاجات كتيره كده. فعشان نلقي المساله على ارض الواقع، لكن انا بتكلم عن حته بس الايه القرانيه اللي بتثبت ان ممكن البنت تتجوز قبل ان تبلغ، لكن بنقول الواقع بقى بيقول نستنى بقى لحد ما تبلغ عشان نفرح باولادها وتقدر تشيل اعباء البيت. وربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب العالمين. انا قلت اقول الحته بس عشان ما بيحصلش ايه لخبطه عند بعض الناس. الاخ محمود من مصر، السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا حبيبي، ربنا يبارك فيك. جزاك الله عنا كل خير يا محمود، ربنا يحفظ اخويا ويعزك يا رب. انا بس في كام سؤال بعد حضرتك. اتفضل تحت امرك. هو بس والدي كان توفى من اسبوعين فترك الدعاء. الله يرحمه رحمة الله واسعة رب العالمين. هو بس السؤال الأول معلش، هو الوفاة حادث هو راجع من عمله، هل دي بيكون ليها أجر؟ الوفاة تمت وهو راجع من العمل؟ في حادث وراجع من العمل. في حادث وراجع من العمل، ده ليها أجرين وهقول لك على حالا. تمام، السؤال الثاني وهحكي طب أقول حكي الأسئلة كلها؟ اتفضل قول. تمام، السؤال الثاني بس لو احنا بنميت أحلام كويسة، هل دي تبقى مبشرات ولا مجرد أحلام عادية؟ حاضر اتفضل. وصح الحديث بقول اذا مات ابن ادم وصلى عليه 40 مسلما لا يشركون بالله احد الا وشفعه الله فيه، يعني عايز اعرف بس ايه معنى شفعه الله فيه؟ نعم، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. حاضر يعني ايه حاضر؟ معلش اي حاجه. ربنا يبارك فيك يا استاذ محمود، ربنا يعز حضرتك. هل انا لو انا عملي صالح كان بيروح مزارع حسناته؟ طبعا، ربنا يبارك فيك. ده كده اربع اسئله هقول لك انا عليهم حالا. تمام، جزاك الله كل خير. ربنا يبارك فيك يا استاذ محمود. طيب ناخد اخت نجاه. السلام عليكم. اتفضل اتفضلي. عفوا. السلام عليكم. عليكم السلام اختي نجاة. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ يا اهلا وسهلا بحضرتك. اتفضلي تحت امرك. اتفضلي اختي نجاة. الصوت اتقطع. اتفضلي اختي نجاة. اتقطع. طيب اجاوب على حاجه الاستاذ محمود. طبعا اكيد حضرتك عملك كله في ميزان حسنات والدك، لان النبي صلى الله عليه وسلم متصدى عليه صلى الله عليه وسلم قال اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث من بينها او ولد صالح يدعو له. يبقى عملك بيضاف في ميزان حسنات والدك ووالدتك برضه، يعني ان شاء الله. ولذلك الولد من كسب ابيه، الولد من كسب ابيه، تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب، اي ما اغنى عنه ماله وولده. فالولد من كسب ابيه، فالاب لما بيربي اولاده على التقوى وعلى الطاعه وعلى الدين بفضل كل عمل بيعملوه يبقى في ميزان حسناته وحسنات الام بفضل الله سبحانه وتعالى. دي نقطه. النقطه الثانيه ان فعلا لو صلى على المسلم 40 واحد لا يشركه بالله شيئا فعلا بيشفعه فيه يوم القيامه، واظن الحديث واضح مش محتاج تفسير. الحاجه الثالثه احلام الناس واحد ميت، مثلا واحد ناس والدهم توفي، ربنا يا رب يرحم جميع موتى المسلمين اللهم امين. فهم بيشوفوا احلام جميله كده. في طبعا في كلام وارد واختلافات بين اهل العلم، هل بتتلقى ارواح الاموات مع الاحياء؟ بعضهم بيقول وبعضهم بيقول لا. وهل بتتلقى ارواح الاموات مع بعض؟ خلاف بين اهل العلم واخد بال حضرتك. لكن عموما ان شاء الله لو كنتوا بتشوفوا رؤيه طيبه لهذا الميت ان شاء الله هي من المبشرات بفضل الله سبحانه وتعالى. الحته الاخيره اخويا محمود، إن والدك رجع من العمل ومات في حادث. لو هو خارج للعمل فهو في سبيل الله. خدوا بالكم يا جماعة، الشهيد مش هو بس اللي بيقتل في حرب أبدا. الشهيد أنواع كثيرة جدا، صاحب الحرق شهيد، والشهيد والمرأة تموت بسرطانها يعني يجرها إلى يعني إلى الجنة، فهي شهيدة. المرأة اللي بتموت وهي يعني بتولد واخد بالك، فيعني سبحان الله انواع كثيرة جدا من الشهادة. فمن بينها اللي بيخرج ليعمل عشان يجيب لاولاده قوت اليوم من الحلال الطيب هو في سبيل الله، وده اللي بيقول عليه العوام العمل عبادة. فعلا العمل عبادة من نوافل العبادات، اذا لم تله الانسان عن طاعة ربنا عن الصلاة وعن العبادة وغير ذلك
فالإنسان ما دام عمل حلال وخارج عشان يتكسب من أجل أولاده فهو في سبيل الله، لو مات فهو إن شاء الله نحسبه شهيد إن شاء الله. الأخ عبد الله من فرنسا، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى. عليكم وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير إن شاء الله. أهلا وسهلا حبيبي الغالي. الحمد لله إن شاء الله. حبك اللي أحسنتني فيه، ربنا يخليك. لي سؤالان من فضلك. نحن في نعيش في فرنسا هنا. نعم. ولكن في بعض الأحيان يطلب مني إخوة مسلمون يعني بعقد زواج. نعم. ولكن هناك العديد من المسلمين يتزوجون من بنات مسلمات ولكن من عائلات فرنسية. نعم. هذا السؤال الأول، يعني هل يجوز؟ يعني هو مسلم معيش إسلام الولي. أتأكد بس يا سيد عبد الله، يعني نعم. الزوج مسلم والزوجة مسلمة لكن أهلها مش مسلمين. نعم. صح كده؟ آه. هقول لحضرتك. نعم. هذا السؤال الأول. نعم فضل. ولكن هل أهل الكتاب الآن، أنا في نظري أنه لا يوجد هنا في فرنسا أهل الكتاب لأنهم ليسوا من أهل الكتاب، يعني لا يؤمنون ليس لهم نعم. الإنجيل. نعم. عندهم يعني نعم. لا إيمان في لا إنجيل ولا يعني نعم. كنيسة ولا يصلون يعني صلاة هم لا يعني ولكن هل يعتبرون ده يعني نعم. لا دين لهم، هل هم نعم. يعتبرون أهل الكتاب؟ نعم. هذا السؤال الثاني. حاضر. ولكن السؤال اللي هنا، العائلات في حاجة يعني أكيدة لتوضيح هذا الأمر لأن هناك من الناس لا يعلمون أن المسلم لا ينكح إلا مسلم مثلا، هناك العديد من عائلات لا يعرفون هذا الأمر وأمر يعني في غاية الخطورة، فالتوضيح لابد أن يكون. والإمام الذي يكتب عقد النكاح أيوة. يجب عليه يعني أن يعلم هذه الأمر. نعم جزاك الله خير يا أستاذ عبد الله. لو أردت أن النقطة الأولى هي الأكيد اللي قلت نعم. أن إسلام الولي نعم. وإسلام البنت نعم يعني. نعم ربنا يبارك فيك يا أخ عبد الله، حضرتك أثرت نقطة مهمة جدا خطيرة جدا وجميلة اللي هي إيه. طب هجاوب على السؤال ده بسرعة كده يا أستاذ شريف. النقطة المهمة اللي أثرها أخويا وحبيبي الأستاذ عبد الله إن الزوج يبقى مسلم، خدوا بالكم يا جماعة خصوصا بتحصل في دول الغرب كتير. عايز أقول حاجة يا جماعة إن كتير من الناس الغربيين مش عايزين نقول إن هم أهل كتاب لأن هم في الغالب هم لا دينيين، يعني هو أصلا حتى لو من أهل الكتاب هيروح الكنيسة ويستمع إلى القساوسة إلى غير ذلك فهو يعتبر أهل كتاب، إنما هم أغلبهم لا دينيين، يعني لا بيروح كنيسة ولا بيؤمن أصلا لا بإسلام ولا بمسيحية ولا بأي حاجة، هو ما بيؤمنش أصلا بدين بالمرة. فدي مسألة خطيرة جدا جدا. فهنا بيقول لك الزوج مسلم والزوجة مسلمة، هي فرنسية مثلا أو إنجليزية أو غير ذلك مسلمة لكن أهلها مش مسلمين، مين اللي هيجوزها؟ أبوها؟ لا، الشرع هنا يقول لا. ليه؟ لأن لا ولاية لكافر على مسلمة، خذوا بالكم وركزوا معايا حبايبي، يعني لو هذه الفتاة أبوها كافر أبوها ما يجوزهاش، طب عمها مسلم يجوزها، طب جدها مسلم يجوزها، أخوها مسلم يجوزها، تمام؟ طب ما فيش حد من عائلتها مسلم خالص بالمرة، يبقى هي ترشح ولي لها يكون مسلم، شيخ مسلم، قاضي مسلم، جار مسلم، وتقول هو دوت وكيلي، يبقى هو يتولى أو هو ده ولي، يبقى هو يتولى تزوجها ويبقى هنا الزواج صحيح. إنما لا ولاية لكافر، واحفظ الجملة دي حبايبي، لا ولاية لكافر على مسلمة، لو رجل كافر ما يجوزلوش إنه يجوز واحدة مسلمة. مين معنا سي شريف؟ الأخت مديحة، السلام عليكم. عليكم السلام وكده. انا سعيده جدا ان اكلمك يا شيخ محمد. ربنا يسعد قلب حضرتك. انا هدت في الله والله. ربنا يحبك ويكرمك بالجنة يا رب. بارك الله فيكي. ربنا يبارك فيك. اتفضلي يا اختي مديحه. اتفضلي. والله يا شيخ محمد كل ما يقولوا جميل وكويس وكل حاجه وكلام الله وكلام الرسول، بس كويس. اللي حاصل تقريبا غيرك ده خالص. نعم. يعني احنا في منطقه سعيد. نعم. اللي حاصل يكون مرتاح يكون غني، ما فيش مثلا ما عمره معي يصلي او معي سيم او حاجه زي كده، اهم حاجه يكون مرتاح ومعاه وكذا. نعم. فانا عايزك توجه رساله عامه للصعيد محافظه جني. نعم. ربنا يبارك فيك اختي مديحه. انا عايز اقول حاجه ظاهر خالص، كلام واضح، عايز اقول حاجه ظاهر خالص، ودي نصيحه للاسر الجميله اللي قاعده قدامي. والله يا جماعه انا اعتبروني اخ ليكم، ابن صغير ليكم، عايز اقول يا جماعه يا ريت نركز على ان اهم حاجه بنتنا ترتاح وتكون عايشه ببيت مسلم. بحزن جدا جدا لما اسال كتير بالشباب، رحت اتقدمت عشان تتجوز، رحت اتقدمت اقول له والد الفتاه سالك عن ايه؟ قال لي والله ما الاسئله العاديه.
شهادتك ايه؟ شغال فين؟ مرتبك ايه؟ ليك عمل اضافي؟ والدك شغال ايه؟ والدتك شغاله ايه؟ الاسره اخبارها ايه؟ بس خلاص. لا سالوا عن صلاته، ولا سالوا عن دينه، ولا سالوا عن القران، ولا سالوا عن اخلاقه، ولا سالوا عن حياته، ولا سالوا بيصلي في المسجد ولا لا، ولا سالوا عن اي حاجه خالص تمت بصله للدين الا من رحم الله. طبعا في اسر محترمه ما شاء الله ما بتسالش الا عن الدين. واحنا عايزين نقول نوفق بين المسالتين يا حبايب قلبي. نسال عن الدين وعن الدنيا. ما فيش مانع لما واحد يجي يتقدم لبنتي ان انا رقم واحد اخبارك ايه مع الصلاه الخمسه؟ صلي في المسجد اخويا وحبيبي او يا ابني. والله بصلي. اخبارك ايه مع القران؟ بتقرا قد ايه كل يوم يا ابني؟ الحمد لله بقرا كل يوم جزء او جزئين. بتحضر دروس يا ابني؟ يعني معاملاتك مع الناس احاول انا استشف اخلاقياته بعد كده اساله. شهادتك ايه يا حبيبي؟ والله واخد بكالوريوس كذا او رسالة كذا. ما شاء الله. طيب شغال فين يا ابني؟ والله شغال في عمل كذا. طب العمل ده حرام؟ شغال في شركة خمر أو دخان أو غير ذلك؟ لا معلش أنا عايز بنت تاكل لقمة حلال يا ابن الله يبارك فيك. طب لو شغال في شغلانة حلال ما يهمنيش بقى هو بياخد قد إيه، بس المهم يكون الحمد لله هيقدر يأكل بنت لقمة حلال. يا جماعة ركزوا على إن بنتكم تعيش في عيشة محترمة وفي بيئة متدينة عشان بنتك دي أنت نفسك إن ربنا يجمع بينك وبينها في الجنة. ما نفسكش إن بنتك تضيع من بعدك تلاقي نفسك في الجنة وبنتك في مكان تاني. ربنا يحفظك يا رب العالمين. معنا الأخت نجوى. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ الله يبارك في حضرتك. والله كلنا بنحبك في الله. ربنا يعلم. ربنا يحبك ويستركم ويبارك فيك يا رب العالمين. الله يخليك يا شيخ محمود. انا بعاني من مشكله كبيره قوي يا شيخ محمود. ربنا لو تسمح لي الوقت احكيها لحضرتك. اتفضلي يا اختي. الله يخليك يا شيخ محمود. انا عندي 21 سنه واحمل اربع بنات اخواتي. تمام. انا اللي بربيهم لان ابويا وامي طلقوا. نعم. وانفصلوا عن بعض وابويا متجوز غير والدتي ووالدتي متجوزه غير والدي. نعم. بس انا بعاني مش من اخواتي الاربعه. انت اللي بتصرفي؟ انت اللي بتصرفي؟ انت اللي بتصرفي عليهم اختي نجوى؟ لا والدي اللي بيصرف عليهم الصراحه. بس انت بتراعيهم يعني؟ بس انا انا عايشه في الصعيد يعني. نعم. مش عايشه معاه في مصر. هو نعم. هو عايش في القاهره بس انا عايزه قاعده في بيت لوحدي. نعم. في الصعيد. نعم. وقاعده بالاربع بنات. ربنا يكرمك. لان احنا خمس بنات. ربنا يكرمك يا رب. الله يخليك يا شيخ محمود. بس انا بعاني من مشكله اكبر. نعم. ان والدي مش عايزني اكلم امي وانا بخاف يعني. بحاول والله العظيم يا شيخ محمود بحاول. آه. على قد ما اقدر. آه. اعامل الاثنين بما يرضي الله. نعم. بحاول لاني انا بعدين هبقى ام يعني على اللي يعاملني بعد كده. انا هقول لك يا اختي نجوى الكلام واضح. ربنا يبارك فيك ويحفظك يا رب ويسترك. عايز اقول لك حاجه يعني ابشري بالاجر الكبير يا اختي. ربنا يا رب يعني يكرمك دنيا واخره يا رب. انا ببقى سعيد جدا جدا لما بسمع عن اخت بتضحي عشان اخواتها او حد بيضحي عشان عيلته ببقى في منتهى السعاده. اكيد اجرك عند ربنا كبير يا اختي نجوى ان انت بتراعي اخواتك اللي هم يعني عايز اقول لك يعني دول 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 يعني رب ان شاء الله ربنا يجعلهم كده في ميزان حسناتك تخش بيهم الجنه ان شاء الله. الحاجه الثانيه كون ان والدك يامرك ان انت ما تكلميش والدتك اوعى تسمعي كلام والدك واوعى تزعلي والدك. طب نوفق ازاي بين الكلمتين دولت؟ اوعى اسمع كلام والدي واوعى ازعل والدي. ايوه راضي والدك. ما تكلميش امك يا بنتي. حاضر يا والدي ربنا يبارك فيك. طب ليه ما كلمهاش؟ طب يا والدي المفروض ان انا عايز احافظ عليك وعايز احافظ عليها. طب هي كمان ممكن تقول لي ما اكلمكش وانا بحبك وما اقدرش ما اكلمكش. طب انا بامرك ما تكلمهاش. ربنا يبارك فيك يا والدي. امرني تحت امرك وعرضي بالكلام وكلميها من وراها. دي امك. اوعى في يوم من الايام لان عندنا نص يا جماعه لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. انا اقطع امي بامر من اي انسان في الدنيا مش هيحصل. فانت بر ابوكي من ورا امك وبر امك من ورا ابوكي وحاولي توفقي بين الجانبين عشان ربنا يكرمك ان شاء الله الدنيا. اخي الاخ صدقي من مصر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا مبسوط قوي. انا اول مره اكلم حضرتك. ربنا يسعد قلبك يا حبيبي. عندي سؤالين كده لحضرتك. تحت امرك. انا والدي توفي بقى له تاكسي. ربنا يرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه. انا كل شهر من مرتبي بخرج مبلغ لله بس في نيتي ان المبلغ ده عني وعن والدي. الله. هل دي بتبقى يعني بر بوالدي؟ الله يكرمك. وهل هو بينفع والدي؟ طبعا طبعا. ربنا يبارك فيك. طبعا بتنفعه طبعا يا اخي صدقي. ربنا يبارك فيك يا رب. وانا سعيد جدا بالاحساس الجميل ده. بس انا عايز اقول حاجه. لما تطلع الصدقه دي ما تطلعهاش بنيتك انت ووالدك. لا طلعها بنيه والدك. وخد بالك من حاجه بقى. والله اكرم الاكرمين جل وعلا. هتتكتب ليه وليك. واضح المعنى ده؟ لان دي اخويا وحبيبي بمثابه الدعاء للمسلم بظهر الغيب. انا فلان الفلاني مثلا مات فانا بقول يا رب ارحمه.
فالملك يقول آمين ولك بمثل. بقول يا رب اغنيه مثلا لواحد عايش، يا رب اغنيه ويصل له الخير يا رب، وافتح عليه ويصل له أبواب الرزق. الملك يقول آمين ولك بمثل، الحديث رواه مسلم. فكذلك لما تقدم الصدقة ديت بنية انها توصل لوالدك هتوصل له وهتوصل لك بفضل الله سبحانه وتعالى. ومش كده وبس، وكل سلف ودين اخويا وحبيبي اخي صدقي، هتلاقي بعد عمر طويل ربنا يكرمك هتلاقي اولادك بيبروك وبيحبوك، وبعد موتك هتلاقي اولادك برضه بيعملوا خير عشان يوصل في ميزان حسناتك، والدنيا كلها بفضل الله سبحانه وتعالى يعني الخير فيها بيستمر لما بيكون الانسان مخلص لله سبحانه وتعالى. الاستاذ علاء من مصر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا عليكم الشيخ. السلام ورحمه الله وبركاته اخويا حبيبي. والله يعني كلنا بنحبك في الله والبلد كلها بتحبك يعني على البرنامج الجميل ده. الله يكرمك اخويا حبيبي ويبارك في عمرك. كنت عايز اسالك شيخ النبي سؤالين كده. قول لا اله الا الله. طيب لا اله الا الله. اتفضل. دلوقتي هل قراءه القران بتنفع على الميت؟ قراءه القران بتنفع على الميت؟ نعم اتفضل. اتفضل حاضر هقول لك حالا. واسالك سؤال ثاني حضرتك. اتفضل. حضرتك انا كنت عاوز القران ودلوقتي يعني طول ايه تركته شويه فنسيته. طيب حاضر. فانا عايزك يعني حضرتك تنصحني ازاي ارجع تاني. حاضر عينيا. حاضر كلام واضح اخويا حبيبي. عينيا حاضر. ربنا يسلمك ان شاء الله يا مشي. الله يخليك يا استاذ علي. قولنا. طيب الاخ محمد من مصر ناخدها بسرعه كده ونرد على الاثنين. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام استاذ محمد. محمود حبيب قلبي. ربنا يخليك ويبارك في عمرك. محمد عبد الحميد معايا. يا اهلا وسهلا حبيبي الغالي. ازي حضرتك عامل ايه؟ ربنا يخليك يا استاذ محمد. الله يكرمك شيخنا عامل ايه؟ اشكرك على رسائلك الجميله الرقيقه جدا اللي يعني مش عارف اقول لك ايه، انا لا ما استقلتش كلمه منها. ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك ده اقل حاجه والله يا شيخ. ربنا يعلم معزتك في قلب الواحد. الله يخليك حبيب قلبي. انت عامل ايه؟ الحمد لله حبيب قلبي. ربنا يطمنا عليك وينفعنا بيك يا رب دايما كده. امين يا رب العالمين. بقول لحضرتك عمر ابني عايز يكلمك. عيني. حاضر هات عمر. عارفه اللي قلت لك عليه؟ طبعا. واتكلم عمه. السلام عليكم. ومكسوف يكلم حضرتك. طيب خلاص يا عمر. ربنا يطمنا عليك ويخليك. ربنا يبارك لك فيها يا محمد. ربنا يحفظك استاذ محمد ويبارك لك في عمر ويبارك لك في اولادك كلهم يا رب العالمين. ارد على اخويا علاء ربنا يحفظه. بيقول هل قراءه القران يا جماعه بتوصل للميت؟ الحقيقه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ قال ما تركت من خير الا وقد دلتكم عليه، وما تركت من شر الا وقد حذرتكم منه. النبي ما قالش ابدا اقروا القران للميت، ما قالهاش. فلو كان في ثواب ممكن يوصل كان النبي قاله، لكن علمائنا الافاضل الامام مالك والامام ابو حنيفه والامام الشافعي الثلاثه قالوا لا، قالوا القران لا يقرا للميت. لكن الامام احمد كان ليه راي كده معين وجابها بشكل كده معين، قال لك ان انت لما تقرا القران اكيد هتاخد حسنات على قراءه القران، فانت مش بتوهب القران للميت وانما بتوهب ثواب القراءه للميت. ده يعني اجتهاد من الامام احمد رحمه الله رحمه واسعه، لكن بنقول خلينا شغالين في المضمون. النبي قال ايه؟ النبي قال المضمون ان انت تتصدق عن الميت، تحج عنه لو ما حجش عنك بعد ما تحج عن نفسك، ان انت تدعي له، ان انت تستغفر له، ان انت تعمل له صدقه جاريه، ان انت تعمل حاجه كلها. خلينا في المضمون واخد بالك. اما حته نسيان القران فالقران بنحتاج ان احنا نتعهد. القران عزيز، تسيبه يسيبك، فلا بد ان انت تتبعه. صلي بيه قيام الليل اخ علاء بفضل الله عمرك ما تنساه ان شاء الله. الاخ احمد من ايطاليا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا شيخ. يا أهلا وسهلا. إحنا بنحبك يا شيخ في الله والله كلنا. أحبك الذي أحببتني فيه. إحنا مجموعة مصريين كلنا بنستناك والله وبنستنى البرنامج بتاعك. ربنا يبارك لي فيكم ويحفظكم في غربتكم يا رب وترجعوا بالسلامة. الله يخليك يا أستاذ أحمد. اتفضل يا أستاذ أحمد. كان ليا سؤال بخصوص ان في اخواتنا هنا كده يعني بيضطروا للجواز عشان يعملوا ورق. نعم. عشان يعملوا اقامه في البلد. نعم. فاختلفت انا وصديق ليا بخصوص ان هو بقول له ان يعني هو بيقول انه حلال، فبقول له لا يعني على فهمي البسيط جواز المصلحه عمره ما كان حلال. ربنا يبارك. وزي ما سمعت منك هنا ان اغلبهم دنيويين. نعم. نعم ربنا يبارك فيك يا استاذ احمد والله يعني يا ريت معلش داعي لكل الناس اللي هم بيحاولوا يمشوا في الطريق ده. ربنا يحفظ اخويا. انا طبعا يا جماعه ما بنصحش حد الحقيقه من جواز المصلحه ده، يعني انا ان شاء الله هتكلم في لما هاجي افصل في الكلام عن الموضوع زواج العرفي وزواج المسيار هتكلم عن زواج المصلحه، لكن بدايه عشان بس ايه الموضوع مش هينفع في اللحظات السريعه كده عايز اقول ما انصحش حد بجواز المصلحه لانه بيعقد على واحده
على واحده وبيسيبها، لا بيشوفها ولا بتشوفه ولا يعرف هي بتعمل ايه اصلا. خدوا بالكم هو في النهايه سيسال عنها يوم القيامه، كل ده عشان ياخد بس اوراق اقامه ويقعد في مكان وهو ما عارفش اصلا ان هي اصلا موجوده فين ولا عايشه مع مين. فربنا يحفظنا ويحفظكم. دي كانت بعض الخواطر البسيطه عن الميثاق الغليظ. كلمنا عن شروط صحه نكاح، كلمنا عن شرطين، وهنتكلم عن الثلاث شروط في الحلقه القادمه ان شاء الله وكملها كلها. يعني مش عارف اقول ايه، الوقت الجميل معاكم بيجري بسرعه الحقيقه. انا والله مش عارف اقول ايه، ما بلحقش اقول كل اللي انا عايزه بيكم، لكن كل اقدر اقوله ان انا فعلا بحبكم في الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبه.